يشهد مهرجان العالمين الجديد انطلاق أكبر رالي للسيارات الكهربائية للجامعات في الشرق الأوسط، وذلك بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ولجان تحكيم دولية على مدار يومي الأربعاء والخميس. الحدث يعد أضخم وأكبر حدث للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط للجامعات، ويتبع للمنظمة الدولية المعتمدة رسميا على مستوى العالم. ينظمه مهرجان العالمين الجديد والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كمؤسس ومنظم للمهرجان. يعد رالي السيارات الكهربائية للجامعات درة مهرجان العالمين الجديد علميا وتنمويا وتعليميا وترفيهيا، كما يعد في قيمته أعلى مستوى علمي تنظيمي موجود على مستوى الشرق الأوسط.